مساكم الله بالخير. مؤمل يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة. مشاكل هذه الحياة ما لها عدد، بعضها تروح ويا الزمن وبعضها ما تنسى. والسنين الأولية كان الهواش واجب، بس هالسنين قاعد يخف بسبب الوعي والتعليم. سؤال الحلقة، متى آخر مرة تهاوشت وليش؟ أكيد يعني متى آخر مرة؟ قبل سنين يعني تقريبا 4 سنوات يمكن. ليش؟ يعني خلاف بين واحد في السوق تطور يعني إلى نوع من التلاسم، بس مشكلة بسيطة كانت يعني. يعني ما كان الموضوع يستحق إنه تصير هوشة كبيرة؟ أكيد يعني، بس هو شوي رد فعله كانت يعني مبالغ فيها، فصار اللي صار يعني. الهواش قبل أزيد لو الحين أزيد؟ الحين أكيد. ليش؟ يعني من زحمة الشوارع مثلا، من المشاكل اللي تصير وكذا، فمفروض أن يعني تكون عندهم شوية ثقافة. بس الإحصائيات تقول أن الحين الوعي والتعليم خف من الهواش. ما أعتقد. ليش؟ ما والله ما عندي تفاصيل صراحة، بس ما أعتقد يعني. أنا اللي أشوف إنه إعلام له دور، مثلاً عيالنا البرامج اللي يشوفونها، مثلاً الأفلام اللي يشوفونها، المشاكل اللي إحنا نعاني منها، كل هالأمور يعني تساهم في زيادة المشاكل هاي اللي تشوفها. والله هذه المهاوشة حسب الشخص اللي مواجهك يعني هو يفضل الواحد يستوعب الشخص اللي قدامه. انت في مرة تهاوشت؟ لا. ايوة. متى اخر مرة؟ قبل 20 سنة. ليش؟ عملية استفزاز ووقتها جسم رياضي الحين يعني الواحد كل ما تقدم السن بتعلم الصبر. يعني هوشة ما منها فايدة، بس استحرار. بس ما منها فايدة. هو يفترض الناس تحب بعضها. لا والله الحمد لله ما ولا مرة يعني. يعني طول عمرك ولا مرة هوشة؟ لا ما تهاوش مع أحد. كلش ولا عندك خلاف يا أحد؟ لا الحمد لله، حتى لو في خلاف نصلحه يعني ما نخليه يدوم. يعني تهاوشت؟ لا ما تهاوش، يصير خلاف بسيط بس هوشة معكو يعني. ليش ما تصير يعني تهاوش يعني؟ أنا ما أحب تهاوش يا أحد، أتحاشى يعني. بالعيد يعني؟ والله بالكلام الاثنين من زمان يعني هاي تتكلم مثلا يمكن 20 سنة. قبل 20 سنة؟ ايه. ليش؟ وش السبب يعني كان اللي خلى السبب البكوس؟ يعني بعد فترة مراهقة وكلمة مني وكلمة منك تغضب وتحس ان الكلام ما ينفع تستخدم العيد بقى. يعني تحس روك قوي تبغى تضربه؟ لا ردة فعل يعني. لا ثاني وانا صغير يمكن تهاوشت يعني. يمكن قبل كم سنة؟ تقريبا قبل 50 سنة. قبل 50 سنة يعني يمكن كان عمرك كم؟ عمري يمكن كان 7 أو 9 بس. ليش كنت تهاوش؟ تهاوش انك صغير كنت تهاوش؟ اي انا لا حد في موسى واحد صبي نفسي عنده جيجاره وانا ما عندي اي تهاوش اياه واضرب عشان جيجاره داخل الجيجاره. اي ويضربني واضربه تقبل هوشه.